فاكرين حالة الطفلة إيمان رجب اللي كان عندها سنة وثلاث شهور كانت لازم تعمل عملية في القلب؟ الحمد لله البرنامج التعاون مع جمعية اسكندرية لطب الأطفال قدرنا نعمل لإيمان عملية إغلاق وصلة شريانية بتكلفة 18,000 جنيه. تعالوا نشوفها بعد العملية أخبارها إيه. شهور يعني رحت اكشف عليها، الدكتور قال لي اعمل لها موجات صوتيه على القلب، ورحت عملت لها موجات صوتيه قال لي ان هي عندها ثقب على القلب، وكان بيجي لها اعراض يعني ان هي جسمها بيزرق وكانت بتعيط جامد يعني. فاحنا اتصلنا ببرنامج واحد من الناس، حولنا على جمعيه طب الاطفال باسكندريه، والجمعيه حولتنا على الدكتور حسن مفتاح، وعملنا العملية يعني والحمد لله. أنا كنت بدعي ربنا يعني إن العملية تتعمل والحمد لله والبركة في ربنا وبعدين كده. أنا بشكر جمعية طب اسكندرية طب الأطفال إن هي يعني قدرت تساعدني نعمل العملية لبنتي، عملية إغلاق وصلة شريانية في القلب. أنا كنت والله العظيم كل ما ببص لها يعني قلبنا اللي بيوجعني، ودلوقتي والله دلوقتي بشوف طعمها. الطفلة إيمان كانت بتعاني من وجود وصلة شريانية. الوصلة الشريانية دي بتبقى موصلة ما بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي. في الأطفال الطبيعية بعد الولادة على طول الوصلة دي بتبدأ تقفل، خلال أيام بسيطة الوصلة دي بتكون مقفولة. في الحالات اللي زي إيمان الوصلة دي بتفضل موجودة. المشكلة بتاعتها إن هي بتزود كمية الدم اللي بتحرك من الشريان الأورطي للشريان الرئوي. ده بيعمل احتقان في الرئتين، فده بيسبب تكرار حدوث التهاب رئوي للأطفال دول. دايما الطفله تبقى سخنه، صدرها دايما تعبان، في بلغم وحاجات زي كده. العمليه الجراحيه اللي اجراها الدكتور حسن مفتاح النهارده هو اغلاق لهذه القناه الشريانيه. ده ان شاء الله هيحسن بقى الامور دي كلها، كميه الدم الواصله للرئتين بتقل، الاحتقان ده بيقل. تحتاج لعلاج بسيط لادويه وحاجات بعد العمليه تقلل الضغط الشريان الرئوي اللي كان موجود وتقلل الاحتقان اللي كان موجود في الرئتين. ان شاء الله ترجع بقى طفله طبيعيه جدا، تبدا تتحرك وتلعب وتعيش حياتها بصوره طبيعيه، والاحتقان اللي موجود ان شاء الله يختفي تماما. والتهاب الرئوي والحاجات دي تبدا يعني معدلات حدوثها تقل خالص ان شاء الله. الحمد لله ربنا شفاها ورفع عنها، وانا بشكر كل انسان وكل طبيب وكل جمعيه بتشارك معانا في برنامج واحد من الناس في عمل الخير. كتر خيركم، ربنا يكثر من امثالكم، ربنا يا رب يكرمكم ويزيدكم من حسنات على الخير اللي انتم بتعملوه، لعل وعسى تكونوا عظه وتجربه ونموذج لكل انسان ان يعمل الخير ولا ينتظر مقابل.